مشاهدين الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج مرابحة. في مطلع مايو أيار من عام 2011 فتحت سلطنة عمان الباب أمام إنشاء البنوك الإسلامية أو قيام البنوك التقليدية بفتح نوافذ إسلامية في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الإسلامي المتنامي. نتوقف الآن مع هذا التقرير. في مطلع مايو أيار 2011 فتحت سلطنة عمان الباب أخيرا أمام تأسيس بنوك إسلامية جديدة والسماح للبنوك التقليدية بإنشاء نوافذ إسلامية في مسعى لاقتناص حصة من قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو. وحتى قبل ذلك التاريخ كانت عمان الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لم تؤسس بنكا متخصصا في المنتجات والخدمات الإسلامية، وجاءت هذه لتنعش قطاع التمويل الإسلامي المتنامي في المنطقة. في كثير من الودائع في السلطنة ودائع بدون أرباح، ونتمنى أن الصرف الإسلامية حتى أن الثقافة الاستثمار تنتشر بين العمانيين أكثر وبين الناس أيضا الممارسين سواء في السلطنة أو في خارجها. الكثير من المستثمرين الآن والبنوك الإسلامية والقطاع جالس ينمو، ما في شك أنه احنا متفائلين جدا إن شاء الله. ويقول الخبراء أن توجه عمان نحو الصيرفة الإسلامية سيساعد في الحد من نزوح الاستثمارات الإسلامية عن السلطنة، كما أن البنوك التقليدية ستستفيد من فتح نوافذ إسلامية، وهو ما سيوفر وسيلة لتنوع الإيرادات وفرصا للنمو. أهم منتج باعتبار أن دولة أو سلطنة عمان دولة ما شاء الله نامية وناشئة وتريد أن تحقق نموا شاملا أو تنمية، أنا أعتقد الصكوك الحقيقية يمكن أن تساعد هذه السلطنة الطيبة على مزيد من المشاريع الضخمة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن يرتفع عدد البنوك العاملة في سلطنة عمان إلى 21 بنكا بعد الدخول المرتقب لمصرفين إسلاميين في مطلع 2012، حيث يعمل الآن 17 مصرفا تجاريا منها 7 محلية و10 أجنبية، إضافة إلى بنكين حكوميين. ميثاق النافذة الإسلامية لبنك مسقط من بين أكبر البنوك هنا في سلطنة عمان. هذه النافذة تسعى إلى تقديم منتجات تمويلية إسلامية. نتعرف على التفاصيل في هذا اللقاء. هي في الواقع الصيرفة الإسلامية في عمان بشكل عام لم تبدأ بعد، لأن التوجيهات صاحب الجلالة أصدرت في شهر مايو من هذا السنة، ومن بعد هذه الفترة يعني تقريبا أيضا هناك تصريحين لفتح بنوك إسلامية، وهو بنك نزوة وبنك العز. وفي التوجيه صاحب الجلالة سمحوا أيضا بأن البنوك التقليدية أو البنوك اللي هي يعني تقليدية حالية ممكن تنشأ نوافذ إسلامية. فبنك مسقط من بعد الإعلان عن هذا التوجيه من صاحب الجلالة كرس كل الجهود لإعداد الخطط اللازمة والدراسات والبنية التحتية لإنشاء نافذة مستقلة تابعة لبنك مسقط، وفيما بعد يمكن هذه النافذة تكون مستقلة استقلال تام عن البنك. ما هي توقعاتكم بالنسبة لإقبال العملاء على المنتجات المالية الإسلامية، وما هي أبرز المنتجات التي ستقدمها ميثاق؟ والله سلطنة عمان بلد مسلم يعني، وتقريبا في سلطنة عمان في حدود 3 ملايين نسمة، والمتوقع انه في على الاقل في الفترة الاولى في نسبة كبيرة جدا من وايضا في سلطنة عمان
تقريبا معظم الناس عندهم حسابات مصرفية بطريقة أو بأخرى، وفي حديث عن أنه في أموال وفي خارج السلطنة اللي هي تابعة للمواطنين هنا، والمتوقع أنه يعني جزء كبير من الناس اللي يتعاملوا مع البنوك التقليدية بينتقلوا إلى البنوك الإسلامية، ولكن أرفض دائما أن أنا أحدد النسبة محددة يعني من الناس اللي ممكن ينتقلوا، ولكن النسبة تكون نسبة كبيرة. في الخليج هذه النسبة وصلت إلى تقريبا 15% بس في فترة يعني 10 سنوات. أما عن المنتجات في الواقع احنا سوف ننافس فقط ليست فقط البنوك الإسلامية، ولكن سننافس كل البنوك الموجودة في عمان بأننا بنقدم منتجات حديثة ومنتجات متوافقة مع الشريعة. كل المنتجات سواء منتجات التمويلية أو منتجات استثمارية أو منتجات ادخارية من كل الأنواع ومن كل الأشكال. في بنك مسقط الحمد لله حتى الآن دربنا ما يقارب 300 موظف، ولكن هذا تدريب مبدئي فقط للتعريف عن المنتجات الإسلامية. وأيضا عملنا يعني عندنا اتفاق مع جهات عدة للاستمرارية التدريب الموظفين، وفي موظفين اللي هم نقيناهم من الموظفين بنك المركزي، الموظفين اللي بيشتغلوا في الصيرفة الإسلامية هذيلا احنا مركزين عليهم أكثر وأكثر. وأيضا جهزنا كل النظم الداخلية لإعداد أو لتقديم المنتجات الإسلامية المطابقة للشريعة، وعيننا هيئة شرعية مكونة من 3 أشخاص، الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد القرداغي وهو معروف وهو في عدة هيئة شرعية لعدة بنوك في الخليج، والأستاذ الدكتور أستاذ الشيخ عصام إسحاق وأستاذ ماجد الكندي، وماجد الكندي عماني من هنا وهو حاليا يأخذ الدكتوراه في الصرف الإسلامي. مشاهدين الكرام، ونبقى في موضوع المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان، ونتحدث إلى الدكتور عبد العزيز الهنائي وهو نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، فأهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. المصرفية الإسلامية في بدايتها هنا في سلطنة عمان، ما الذي تحتاجه السلطنة لإنجاح هذه التجربة؟ طبيعة الحال الصرفة الإسلامية هي يجب أن لا تكون بمعزل عن البنوك التقليدية، وما تحتاجه في البداية هو إيجاد تشريعات ونظم رقابية واضحة، ليس فقط لأجل مراقبة أعمال هذه المؤسسات، إنما لوضع ميثاق عمل لهذه المؤسسات، سواء كان من خلال الحوكمة الجيدة، من خلال المعرفة الجيدة بالمنتجات التي ستقدمها في السوق العماني. كما تعرف بأن سوق الصيرفة الإسلامية في عمان هو سوق جديد على عمان وعلى القطاع، فأعتقد ما على السلطنة أن تقوم به هي أن تستفيد من التجارب الناجحة في الدول الأخرى، وهنا يجب أن لا نخترع العجل، بينما نأتي بنماذج ناجحة ويتم تصييرها بحيث تتناسب مع الاقتصاد العماني، بدل أن نقوم باجتهادات جديدة واختراع طرق عمل ووسائل ومنتجات جديدة، فهو أن نستورد المنتجات التي تعتبر ناجحة ومجربة في الأسواق الأخرى، سواء كان في أسواق المال في دول الخليج العربي أو في الشرق في ماليزيا. كما تعلمون هناك تجارب ناجحة في ماليزيا يجب أيضا الاستفادة منها. لكن ماذا عن التحديات التي قد تواجه المصارف الإسلامية هنا في سلطنة عمان مع بدء عملها؟
أنا أتصور التحدي الكبير سيكون في القدرات البشرية التي ستحتاجها الصيرفة الإسلامية الوليدة في السلطنة. يجب أن تبدأ المصارف التي بصدد أن تقوم بفتح نوافذ إسلامية، أم المصارف الإسلامية التي ستكون إن شاء الله هنا في السلطنة، كما تعلم بأن هنالك مصرفين سيبدأ عملهم هذا العام، بالتركيز على التدريب أولا، لأنه بدون كادر بشري ستكون هنالك إشكالية في توفير الخدمة بشكل صحيح. الصيرفة في النهاية هي خدمة، والخدمة تحتاج إلى كادر بشري مهيئ ومدرب وقادر على توضيح صورة واضحة عن الصيرفة الإسلامية. في غياب ذلك سيكون هنالك خلل كبير. أيضا هنالك إشكالية الجهات الرقابية، يجب أن تكون على علم ودراية بتشريعات الصيرفة الإسلامية. وأنا هنا أدعو المؤسسات الرقابية والإشرافية في السلطنة أن تستفيد ليس فقط من البنوك المركزية في الدول الأخرى التي بدأت تشريعات في الصيرفة الإسلامية، بل أيضا أن تعود للمؤسسات التي تعمل في مجال كمثلا الخدمات المالية الإسلامية، مجلس خدمات المالية الإسلامية وأيوفي والمؤسسات الأخرى التي ساهم البنك الإسلامي للتنمية بشكل فاعل في إنشائها لسد هذه الثغرات. وكيف من الممكن أن تقدم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المساعدة لتجربة المصرفية الإسلامية الوليدة هنا في سلطنة عمان؟ ما يمكن أن يقدمه البنك حالا هو المساهمة في إيجاد بيئة رقابية تشريعية سليمة، وفي تدريب الكوادر، وأيضا في تدريب لجان الشرعية التي ستشرف على أعمال هذه البنوك. أعتقد أيضا هذا أحد التحديات، يجب أن يكون هنالك لجان شرعية فاعلة، ويجب أن تكون أيضا ذات طابع محلي، لأنه قد يكون من الفائدة أن نستفيد بخبرات العارفين في مجال الشريعة من دول أخرى، ولكن أظن أيضا لابد من مراعاة الخصوصية العمانية فيما يخص الفتاوي، ويجب أن تكون هذه اللجان إن لم تكن كلها بل جلها محلية، جل أعضائها من العمانيين. وهل أنتم من المتفائلين بمستقبل المصرفية الإسلامية هنا في سلطنة عمان وحتى في المنطقة؟ الصيرفة الإسلامية أثبتت جدواها، ليس فقط وجودها بل جدواها، ليس في المجتمعات والدول الإسلامية فحسب، بل تجاوزت حدود الدول الإسلامية لتصل إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق. الآن في مصارف في الصين تستخدم منتجات إسلامية، في مصارف في الولايات المتحدة بعد إشكالية الرهن العقاري بدأت تطبق منتجات إسلامية لتفادي ما وقع من إشكاليات وما سببته الديون وأزماتها للاقتصاديات المتقدمة. الآن أنا كنت أنظر لأشاهد التلفزة قبل كم يوم ورأيت من يحمل يافتة في نيويورك يقول نرغب في الصيرفة الإسلامية من المتظاهرين في وول ستريت. فهنالك ليس فقط رغبة بل نية، وأيضا ما أكدته الصيرفة الإسلامية خلال الأزمة المالية التي نعيشها حاليا والسابقة، إنه البنوك الإسلامية قادرة أكثر، لا أقول هي محصنة بل هي قادرة أكثر على مواجهة هذه الأزمات.